أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هناك بعض الدعاة في بلادنا يدعون أنهم على منهج أهل السنة والجماعة، ومن ثم نلاحظهم يطعنون في علماء السنة ويقدحون فيهم. السؤال: ما حكمهم وما هو العمل معهم؟ كيف يدعون أنهم على مذهب أهل السنة والجماعة ويطعنون في علماء أهل السنة والجماعة؟ هذا تناقض. لو كانوا على مذهب أهل السنة والجماعة لأحبوا علماءهم وأثنوا عليهم واقتدوا بهم، فكونهم يسبون علماء أهل السنة والجماعة هذا دليل على الضلال وعلى النفاق والعياذ بالله. فعليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى ويتركوا التعرض للعلماء. التعرض لعموم الناس وعوام الناس لا يجوز، لأنه غيبة، ولا يغتب بعضكم بعضا، والسخرية بالناس أيضا الله حرمها. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. والغيبة: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هذا في عموم المسلمين، فكيف بالعلماء؟ غيبة العلماء والسخرية بالعلماء أشد، لأن هذا يتناول ما معهم من العلم، ما معهم من العلم وما معهم من الدين. وقد كفر الله قوما استهزأوا بالعلماء في قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والسبب النزول أن قوما قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، قراء هم العلماء، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والعلماء يدخلون في هذا لأنهم ورثة الأنبياء، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والعلماء ورثة الأنبياء. فالذي يسخر بالأنبياء أو يسخر بورثتهم يكون داخلا في هذا الوعيد الشديد، نسأل الله العافية. نعم.